ناديا الجندي. ناديا الجندي أو نجمة الجماهير كما تحب دائما أن تلقب، استمرت في الفن لما يقرب من 60 عاما. أحبت الفن وقررت أن تمشي في دربه بالرغم من معارضة أهلها له. ذكاؤها وضعها في مكانة كانت تتمناها. تنوعت في أدوارها حتى حصلت على لقب النجمة. في الآونة الأخيرة كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خلافاتها مع موسوعة ويكيبيديا بسبب تاريخ ميلادها، وبسبب خلافها مع ابن زوجها الراحل عماد حمدي، ومن قبلها خلافاتها مع إلهام شاهين ونبيل عبيد. اليوم سنلقي الضوء على الأحداث التي مرت في حياة الفنانة ناديا الجندي، وسنتحدث عن حقيقة الاحتيال على زوجها وأيضا أسباب انفصالها عن زوجها، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ناديا عبد السلام هو اسمها الحقيقي، من مواليد محافظة الأسكندرية بالتحديد في يوم 24 مارس. أما سنة ميلادها فقد شهدت حالة جدل كبيرة، فموقع ويكيبيديا ذكر أن تاريخ ميلادها هو 1938، لذلك قدمت ناديا الجندي طلب رسمي للموقع لتصحيح تاريخ ميلادها، وبالفعل وضع التاريخ الجديد على الصفحة الخاصة بعرض بياناتها، مشيرا إلى أنها من مواليد 1945 أو 1946. بدأت التمثيل منذ طفولتها في مسرح مدرسة الليسي، وفازت بمسابقة ملكة جمال الأسكندرية وهي لا تزال مراهقة في منتصف عقدها الثاني. ولم تكن بداية دخولها إلى عالم الفن هادئة، فقابلتها العقبات التي كان أولها هو رفض أهلها، إلا أنها وبعناد شديد في داخلها قررت أن تبحث عن شركات الإنتاج السينمائي، وبالفعل قدمت أول دور لها في فيلم جميلة عام 1958، وكانت مشاركتها الثانية في فيلم زوجة في الشارع. وقع بطل الفيلم الفنان الكبير عماد حمدي 50 عاما حينها في حبها بعد القبلة بينهما وارتباكهما في تصويرها، وتكرر إعادة المشهد أكثر من 7 مرات، خاصة أنها كانت عاشقة لفنه. وكان عماد حمدي مهتما بها رغم فارق السن الكبير بينهما، وبالفعل تزوج وأنجبت منه هشام. شاركت بعد ذلك في أدوار أكبر قليلا إلى أن قدمت فيلم بمبا كشر، وهو فيلم استعراضي أنتجه لها زوجها عماد حمدي بعد أن رفضه كل المنتجين، وصممت ملابسه بنفسها، وحقق إيرادات تاريخية أهدتها لقبها المحبب نجمة الجماهير. وعن زواجها من عماد حمدي وانفصالها دارت العديد من الشائعات، منها تسبب ناديا الجندي في إفلاس زوجها الراحل عماد حمدي ودخوله في حالة من الاكتئاب، وأكدت أن هذه الشائعات غير صحيحة، وصرحت أن نادر ابن الفنان عماد حمدي من زواجه السابق وراء كل الذي يكتب عنها لكرهه لها لأسباب عائلية، كما أنه يعلم جيدا أن الفنان الراحل توفى وليس معه مليما واحدا، لأنه كان في آخر أيامه في منزله ولم يشارك في أي عمل فني. وعن تصريحاته بشأن إفلاس والده ردت ناديا الجندي مؤكدة: كذاب وما ماتش مفلس وما كتبش حاجة باسمي، وهو يعلم ذلك، وإذا استمر على هذا المنوال سأرفع قضية لأنه يحاول تشويه سمعتي في كل مكان. يعلم الله أن الاكتئاب اللي أصاب عماد في الفترة الأخيرة كان بسبب وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن وكبر سنه. قدمت ناديا الجندي خلال مسيرتها الفنية عدة أفلام متميزة ومتنوعة، فأعمالها ناقشت قضايا قومية ومصيرية في حياة المجتمع المصري، إلا أن بعض أعمالها أثارت جدلاً كبيراً بسبب جرأتها، ومن ضمن هذه الأعمال ميرامار، أسرار،
البطنية، من أطلق النار على هند علام، امرأة هزت عرش مصر، وكالة البلح، خمسة باب، ملف سامية شعراوي، الدوامة، 48 ساعة في إسرائيل، رغبة متوحشة، مهمة في تل أبيب، ملكة في المنفى، أمن دولة، الرغبة، بونو بونو، والإمبراطورة. حصلت على العديد من التكريمات المهمة مثل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان دمشق السينمائي الدولي، مهرجان الرباط السينمائي الدولي، ومهرجان مسقط السينمائي الدولي، والأسكندرية السينمائي الدولي، ومهرجان عشتار السينمائي، بالإضافة إلى تكريم من جوائز البوركس دور في لبنان. خلافاتها مع الوسط الفني أخذت حيز كبير في مسيرة الفنانة، فبعد مشاركتها في فيلم رغبة مع الفنانة إلهام شاهين شبت خلافات حادة بين الفنانتين بسبب اعتراض إلهام على وضع لقب نجمة الجماهير على الأفيشات الدعائية لفيلم الرغبة، واتسعت دائرة الخلاف بعد أن اختيرت نادية الجندي كأفضل ممثلة عن الفيلم. وتجدد الخلاف بعد فترة عندما وافقت إلهام شاهين على مسلسل بعنوان نجمة الجماهير، مما استفز نادية الجندي وتبادل الشتائم والتصريحات الإعلامية المسيئة لفترة طويلة، وانتهى الأمر بالصلح مؤخرا. ثاني الخلافات كانت بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد، وكان هذا سببا في تنافسهما الشديد على خطف لقب نجمة الجماهير، ووصل الأمر إلى نشوب خلافات عديدة بينهما. انتشرت مؤخرا صورة لنادر عماد حمدي مشيرة إلى أنه ابن الفنانة نادية الجندي، لتخرج الفنانة مصرحة أنه الابن الأكبر لزوجي من زوجته الأولى فتحية شريف، ونشرت صورة لابنها هشام الذي أنجبته وهي بعمر 16. يذكر أن الفنانة تزوجت بعد ذلك من المنتج محمد مختار، وحدث الانفصال بعد 17 عاما، وترجع الانفصال إلى رغبته في الزواج من الفنانة رانيا يوسف. عزيزي المشاهد، ما هي أكثر الأدوار التي تفضلها للفنانة نادية الجندي؟ وما هو تعليقك على شخصيتها؟